النور والسرور مشاهدينا، وحياكم الله ويانا ومرحبا بكم في الملتقى. هذا البرنامج اللي يطلع عليكم يوميا من الأحد إلى الخميس، وحصيلة منوعة من الأخبار اللي تحتضنها دولة الإمارات وإمارة دبي على وجه الخصوص. والبداية نبتديها اليوم معاكم من التظاهرة التقنية والتكنولوجية اللي عاشتها دبي في صباح هذا اليوم، وذلك من خلال معرض التقنية الأكبر والأضخم على مستوى المنطقة، هو معرض جايتكس في نسخته الجديدة والدورة 33. بتتعرفون على تفاصيل هذا الافتتاح وذلك من خلال هذا التقرير اللي عد لنا الزميل المراسل جمال الملا. افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي فعاليات معرض جايتكس 2013 بمركز دبي التجاري العالمي، وقد رافق سموه كل من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي، وقد قام سموه بجولة بين أركان المعرض متفقدا الجهات المشاركة. يغطي هذا الحدث السنوي ممثلون عن أكثر من 1000 وسيلة إعلام مختلفة من جميع أنحاء العالم، إذ سيحظى زوار معرض جايتكس بفرصة التعرف على منتجات وحلول جديدة وفهم الآثار المترتبة على اتجاهات المستهلكين وإدراك دور التكنولوجيا المتطورة في أعمالهم وبناء شبكة علاقات جديدة وكسب زملاء جدد. شهد المعرض هذا العام مشاركة ملفتة من قبل مؤسسات وهيئات حكومة دبي التي استعرضت بدورها أحدث برامجها وتطبيقاتها الذكية التي تأتي ضمن إطار سعي حكومة دبي نحو التحول الكلي إلى حكومة ذكية. بالنسبة لمشاركتنا كإدارة العامة للدفاع المدني في دبي، تتمثل في أن نحن قدمنا السنة هاي خدمات ذكية اللي هي أصلاً متمثلة في الإي سيرفيسز عندنا، وفي كذلك في عندنا نظام متوجه هذا المدينة الذكية، كذلك في عندنا نظام تراكينج حق السيارات، وفي عندنا الله يسلمك اللي هو هذا المنزل الذكي، في حال إذا صار عندك حادث أو شيء ما في داعي إنك أنت أصلاً تبلغ الدفاع المدني، يكون في عندك آب تقدر تضغط على زر الطواري نحن من خلال خارطة معينة نعرف أنت موقع منزلك وين، ونجيب لك السيارات لين عندك على اساس تكافح الحريق اللي موجود او اي طارئ عندك في المنزل. مشاركه دوله التنميه الاقتصاديه لسنه 2013 طبعا مرتكزه على الحكومه الذكيه. عندنا اول تطبيق الكتروني لتسجيل الشركات على مستوى العالم، والتطبيق هذا لايف نزل على الاب ابلكيشن على الابل ونزل على السامسونج بعد. يستخدم التطبيق هذا لاجراء عمليات التسجيل عن طريق الأونلاين في أي مكان في العالم. يعد معرض جايتكس واحدة من أكبر الأحداث وأنشطها على أجندة دبي التجارية، كما يعتبر المنصة الأهم وبوابة دخول العلامات التجارية الكبرى إلى منطقة الشرق الأوسط، إحدى أسرع الأسواق الناشئة في ميدان تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأكثرها استعدادا للاستثمار في العالم، وهو أيضا واحد من المؤتمرات السنوية الأعرق في دبي، فدورة العام 2013 هي الدورة 32 للمعرض. إلى هذه الرسالة الخاصة اللي تنقلها لنا الزميلة المراسلة رشا رمضان عن أهم ما تقدمه هيئة تنظيم الاتصالات من خدمات جديدة خلال معرض جايتكس، وتتابعونها يوميا عبر برنامجنا الملتقى، وهذه الرسالة تأتيكم وهي بكامل التفاصيل. مساكم الله بالخير مشاهدينا من هنا من جايتكس 2013 في دورته 33، راح نستعرض معاكم آخر التطورات وأحدث التطبيقات الذكية من منصة هيئة تنظيم الاتصالات والتي تقع تحت مظلتها منصات الحكومات الاتحادية. تابعونا في هذا التقرير. 10 منصات للحكومة الاتحادية تنطوي تحت مظلة هيئة تنظيم الاتصالات في جايتكس 2013، والذي يقام تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
حيث ينطلق هذا العام تحت شعار لنبدع معا بتقنيات جديدة، وذلك للنهوض بقطاع الاتصالات في أضخم حدث لشركات التقنية العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتشارك هيئة تنظيم الاتصالات هذا العام بباقة خدمات جديدة تسهم في الإسراع في جاهزية التحول الإلكتروني لجميع القطاعات والمؤسسات الاجتماعية في الدولة. احنا طبعا نشارك المرة الثامنة على التوالي بمعرض جايتكس. مشاركتنا هاي السنة والسنة اللي فاتت بالتحديد احنا حولنا مشاركتنا كهيئة تنظيم اتصالات الى ان احنا عدنا تصميم منصة اللي نشارك فيها في هيئة تنظيم اتصالات الى منصة تجذب فيها جميع الجهات الاتحادية. فويانا السنة اللي طافت كانت 8 جهات، السنة في 10 جهات اتحادية مشاركة معنا في منصة الحكومة الذكية، بعد ما أطلقها سيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في شهر 5 بتحويل الخدمات إلى خدمات ذكية. في هاي السنة وفي هاي الدورة من معرض جايتكس احنا نركز بشكل أساسي على الخدمات اللي تقدم عبر الهاتف المحمول أو ما يطلق عليه خدمات الذكية. فلدينا في هيئة تنظيم اتصالات في عندنا 3 تطبيقات أطلقت في معرض جايتكس اليوم. في تطبيق خاص في هيئة تنظيم اتصالات، وفي تطبيقين خاصات للحكومة الاتحادية، فهاي مشاركين فيه في المعرض. أيضا الوزارات والهيئات المشاركة معانا في المنصة أطلقوا برامجهم عبر الهاتف المحمول. والله في تعاون كبير جدا، هناك في فرق عمل تضم كافة الجهات الاتحادية. عندنا مشروعين كبار قادمات، مشروع ربط الجهات الاتحادية بشبكة موحدة، في هذه اللجنة فيها كل الجهات المشاركة اللي راح تربط مع بعضها بعض بشبكة موحدة، وسوف تكون هناك بنية تحتية متطورة جدا لنقل الخدمات الإلكترونية لخدمات ذكية. وأيضا هناك فريق عمل أيضا مختص بيتحول الخدمات إلى خدمات ذكية وبخصوص الحكومة الذكية. فهناك في مشروعين يعني شغالين إن شاء الله سوف ننتهي منهم في فترة زمنية قادمة خلال عام إلى عام ونص، توازيا مع الخطة الزمنية الموضوعة. وتتواصل جهود الهيئة بالتعاون والتنسيق مع مختلف الحكومات الإلكترونية الاتحادية، حيث تسير في نظام متكامل لتطبيق أفضل الممارسات بناء على الإطار التنظيمي الذي يساهم في دخول الإمارات حقبة الاقتصاد المعرفي وتحقيق رؤية القيادة الرشيدة في التحول الذكي، الذي تم استحداث لجنة جديدة بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيم الاتصالات تحت مسمى لجنة الحكومة الذكية. لجنة الحكومة الذكية عبارة عن لجنة تعمل بالتنسيق مع مكتب رئاسة مجلس الوزراء وهيئة تنظيم الاتصالات. هدف الحكومة الذكية هو تطوير البنية التحتية للدولة الإمارات لتكون جاهزة للتحول الإلكتروني في خلال سنتين التي حددهم صاحب سمو الشيخ محمد بن راشد رئيس مجلس الوزراء. من أهم الأدوار اللي نحن عملنا فيها، عملنا اجتماعات مع الدوائر المحلية والحكومية، ونتج من هذه الاجتماعات الدليل الإرشادي. اليوم نحن يعتبر عندنا أول دليل إرشادي في المنطقة، يستخدم هذا الدليل الإرشادي كمعايير وأساس لكل التطبيقات الحكومية على مستوى دولة الإمارات. ومن ثم تم تطوير خارطة الطريق بالنسبة للتحول الإلكتروني. خارطة الطريق هي الطريقة التي يمكن أن تأخذها المؤسسة أو تنتهجها للوصول إلى الحكومة الذكية في خلال الفترة المحددة اللي هي عبارة عن 2 مايو 2015. تتنافس الجهات والمؤسسات لقطع شوط كبير للوصول إلى التحول الذكي بنسبة 100%، وذلك بناء على المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في مايو الماضي للتحول إلى الحكومة الذكية، والتي تهدف للوصول بمجتمع دولة الإمارات إلى أرقى مستويات التطور والعيش الرغيد. مشاهدينا فاصل أول ولنا عودة، انتظرونا، هناك الكثير من الأحداث المقامة على أرض دولة الإمارات، تابعونا ونعود.
حياكم الله مشاهدينا من جديد في الملتقى. برزت دولة الإمارات كمركز رئيسي رائد لتجارة الزهور والنباتات، وذلك لما تتمتع به من موقع استراتيجي هام، وحيث شهدت دبي أيضا على وجه الخصوص ازدهار لافت لتتحول إلى سوق حيوية للأزهار والنباتات بمختلف أنواعها. يعتبر اليوم مركز دبي للزهور والواقع ضمن مطار دبي الدولي هو أحدث مركز لوجستي متكامل لقطاع الزهور والنباتات في منطقة الشرق الأوسط، وتستعد دبي لاستضافة المعرض التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق الأوسط 2013. وبهذه المناسبة نحن نستضيف اليوم معنا ونرحب بضيفنا الأستاذ طارق السباعي، مدير المشاريع لدى بلانت فير، وهي الشركة المنظمة للمعرض، ليطلعنا على المزيد عن هذين المعرضين. مرحبا بك ويانا. يا مرحبا. ما شاء الله، هذا المعرض نقدر نقول هو في دورته الخامسة والثامنة بالنسبة لمعرض النباتات. نعم. والخضروات الثامنة بالنسبة والزهور. للنباتات والخامسة بالنسبة للخضار والفواكه. الخضار والفواكه هو شوي يخربط. طيب. نعم. نتحدث عن أهمية المعرضين على الصعيد المحلي أيضا والدولي. صراحة المعرضين أول إحنا بدنا نعتبرهم منصة لالتقاء التجار والمصدرين والمنتجين من كل دول العالم. نعم. تبادل الخبرات التجارية، تبادل الصفقات التجارية، والاطلاع كمان على أحدث المستجدات بمجال الخضار والفواكه والمنتجات الطازجة والزهور والنباتات. حلو، وأيضا هذا الشيء يعني قطاع مهم ويشهد نمو. بالنسبة للمعرض في دوراته ما شاء الله الخامسة وأيضا الثامنة، أكيد شهد على مدار هذه الدورات نمو أيضا. طبعا. زاد عدد المشاركين، عدد الزوار والخبراء والمختصين في هذا المجال. طبعا. مضمون المعرضين في هذا العام إن شاء الله اللي راح يكون، وأهم الفقرات الجديدة اللي راح تشملها. صراحة إحنا بالمعرضين في دائما تجدد. يعني احتضان دبي لثقافات متعددة تتطلب. نعم. تتطلب زهور نباتات، تتطلب العديد من أنواع الخضار والفواكه. نعم. تتطلب منتجات جديدة دائما في الأسواق. نعم. طبعا للاستهلاك المحلي، وطبعا لإعادة التصدير كمان للمنطقة العربية. بالفعل الجديد هالسنة راح يكون إن شاء الله بمجال الخضار والفواكه هو التقنية. نعم. القسم التقني حيكون في عنا معدات فرز. نعم. وآلات تنظيف، في عندنا سيرفيرز وستاتستكس كومبانيز اللي هم شركات بيعملوا احصائيات. هاي الشركات كثير ضروريه للارتقاء بمستوى الجوده بالنسبه للمنتجات الطازجه والخضار والفواكه وحتى كمان. جميل. الزهور. حلو. بالنسبه للزهور والنباتات في عندنا شيء جديد هالسنه، راح يكون الكومبيتيشن او المنافسه على الفلورست اوف دبي، او خلينا نقول الشخص اللي هو حيكون فائز بافضل تنسيق زهور على مستوى الشرق الاوسط. نعم. وحيكون معنا فائز وحيروح رحله لحضور أكبر معرض دولي في العالم في مجال تنسيق الزهور والنباتات. وهي دعوة طبعا لكل المشاهدين أو الأشخاص اللي هم محترفين في مجال تنسيق الزهور كمان لينضموا معنا بهالمعرض هذا، ويكونوا معنا في هالكومبيتيشن أو هالمنافسة إن شاء الله بعد 3 أسابيع في نوفمبر. كيف راح تكون يعني المنافسة بالنسبة لهالأشخاص اللي راح يحظون بهذه الفرصة بهذه يعني الجائزة؟ هل بتتم المنافسة في يعني على هامش أيام المعرض؟ على هامش أيام المعرض، بنفس أيام المعرض بنفس. نعم. الهول اللي بمعرض هو قاعة 2 و3 في مركز دبي التجاري العالمي. نعم. حيكون في عنا إحنا خصصنا مساحة معينة. نعم. فاسيليتيتد كاملة، يعني مجهزة بكل التجهيزات اللي يطلبها كل منسقين الزهور. حلو. من زهور، من نباتات، من أكسسوريز. المشاركين بس عليهم يحضروا ويسجلوا أسماءهم، وبعدين ممكن يدخلوا المسابقة، وحيكون في عنا لجنة تحكيم وتحدد مين هو الفلورس اوف دبي هالسنة. يعني بيتشجعون لكل محبين الورود والزهور واللي يسقونها. إن شاء الله. طبعا هي كمان فرصة لكل هواة تنسيق الزهور والنباتات وتنسيق الحدائق كمان يحضروا هالفعالية هاي، وخصوصا حيكون في عنا بارت مقطع من المعرض العلاقة في الويدنجز، فتجهيز التنسيق الزهور الخاص بالأعراس كمان. حلو. حيكون إن شاء الله. جميل جدا. يعني هذا شيء ملفت وجذاب أيضا لزوار المعرض. نعم. حتى أنه مو بشرط يكون إنسان خبير أو محترف، ولكن يمكن هو عنده هذه الهواية بالفطرة، وأنه يشارك ويحظى بهذه الجائزة. بالضبط. الجميلة. بالضبط. يعني هذه من ضمن الفعاليات الجديدة اللي راح تترافق مع الدورتين إن شاء الله. إن شاء الله. القادمات. بالنسبة لنمو قطاع الفاكهة وأيضا الخضار وقطاع الزهور، كيف تتكلم عنه؟ إلى أين وصلنا في هذا؟
هذا الموضوع؟ صراحةً معروف دولة الإمارات دبي، يعني الطلب دائما متواصل بمجال المنتجات الطازجة والخضروات والفواكه والزهور والنباتات. نعم. القطاع نفسه يعني بيشهد، أو القطاع في دبي، قطاع الصناعات بشكل عام في دبي خصوصا الهوسبيتاليتي، قطاع الضيافة، الفنادق. نعم. قطاع العقارات دائما بحاجة للاندسكيبينج، مسطحات خضراء، تنسيق للضيافة كمان بمجال الزهور. صح. مثل ما ذكرت هلا قبل، احتضان الدولة لشريحة كبيرة من المجتمع تتطلب مختلف، يعني أنواع مختلفة من الخضار والفواكه، أنواع مختلفة بالضبط. فهذا بيتطلب دائما النمو في الماركت. احنا بنتكلم على مثلا الخضار والفواكه كمثال، في عنا احنا في 2012 دبي استوردت، أو الإمارات بشكل عام استوردت 1.4 أو 1.4 مليار كيلوغرام من الفواكه والخضار للدولة، بقيمة تقريبا 2.4 مليار دولار. قطاع الزهور كمان نفس الشيء، وبنمو متزايد. احنا بنتكلم على تقريبا 140 حصة دبي في سوق الزهور والنباتات، فما بالك بالمجمل، يعني حصة دبي فقط في زهور النباتات يعني تقريبا 140 مليون دولار، وطبعا هي تعد نسبة كبيرة بمقارنة مع حصة الشرق الأوسط بالنسبة للزهور والنباتات اللي هي 970 مليون دولار بالنسبة للزهور النباتات والشجيرات الخضراء. شيء طيب، يعني نحن نلحظ نمو وازدهار في هذين القطاعين، وهذا شيء جميل ومشرف لدولة الإمارات. بالنسبة لدعم بلدية دبي لمثل هذه المعارض وهذه التجمعات المهمة أيضا لدولة الإمارات، واللي أيضا مهمة خلينا نقول الشرق الأوسط وهذه المنطقة. طبعا يعني بلدية دبي هي مؤسسة مثل أي مؤسسة رائدة في الدولة، تسعى دائما لتعزيز مكانة دبي إقليميا وعالميا. نعم. في أي مجال أو في أي صناعة. نعم. بلدية دبي هاي السنة متمثلة بالسوق المركزي، أو سوق دبي المركزي للخضار والفاكهة، يعني مشكورين على الجهد، يعني خصصونا تيم، فريق عمل كامل بيكون معنا لحظة بلحظة من بداية التنسيق للمعرض أو تنظيم المعرض حتى آخر يوم في المعرض. نعم. بيزودونا بالإحصائيات، بيزودونا بالاستبيانات. نعم. بمجال المستوردات وإعادة التصدير لمجال خضار وفواكه، بيزودونا بأحدث التقنيات أو المتطلبات اللي هو يطلبها السوق، وإحنا بنكون على تواصل مباشر مع الأشخاص اللي هم نقولهم إحنا مزودين الخدمات، بالإضافة طبعا لاستقطاب عدد كبير من الشركات المحلية الرائدة في مجال الخضار والفواكه في الدولة. جميل، يعني دعم ملحوظ ودعم تقدرون تلتمسونه وتشوفونه بكل هذا الاهتمام. مشكورين عليه هم ومركز دبي للزهور. وبالمناسبة بعد أحب أشكر صاحب السمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، والشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم بعد كمان على رعايتهم المستمرة للمعرض. يعني جميل. في احنا على السنة الخامسة على التوالي والسنة الثامنة على التوالي الرعاية مستمرة الحمد لله، والأمور طيبة. الحمد لله. الأمور طيبة. الحمد لله. نحن مكملين معك وحابين نعرف أكثر عن هذين المعرضين الدوليين، ولكن نروح لهذا الفاصل ونستكمل معكم مشاهدينا. وعدنا لكم مشاهدينا ونستكمل حوارنا مع ضيفنا، ونتكلم عن يعني استعداد إمارة دبي لاحتضان المعرضين، وهو المعرض التجاري الدولي للزهور والنباتات في الشرق الأوسط لعام 2013. نحن تكلمنا عن ما شاء الله النمو في هذا المجال، وعن أهمية هذا المعرض أو هذان المعرضان، وبنتكلم أيضا عن حجم المشاركات المتوقعة للدورتين إن شاء الله القادمات. صراحة هاي السنة يعني كانت احنا بنقولها سبستنشل، يعني مشاركة غير طبيعية. في عنا انكريز او في عنا تزايد بنسبة المشاركة بأكثر من 40%، ما شاء الله، خصوصا في مجال قطاع الخضار والفواكه اللي هو WOP او الواب. في عنا احنا السنة مساحة بما يزيد عن 8000 متر مربع، تشغل تقريبا 150 عرض من 22 دولة، ما شاء الله، مع 10 أجنحة دولية. حيكون في عنا دول جديدة حاضرة معنا هالسنة، عم نحكي احنا تشيلي، الأرجنتين، في عنا دول طبعا هم الريجولر، مصر، الأردن، لبنان، في عنا بيكون حاضر إن شاء الله إسبانيا، الصين، البرتغال، يعني في مشاركة دولية واسعة. المعرض بدأ صراحة
بحجم صغير او بمساحه صغيره وتطور لحتى صار منصه في الشرق الاوسط. احنا بنتكلم على معارض كبيره بدول العالم، يعني لو عدينا المعارض كلها اللي هي في مجال سبيسيفيكلي في مجال الخضروات والفواكه بنتكلم على 5 معارض في كل انحاء العالم. الحمد لله احنا معرضنا يعني بنحكي في الميديوم سايز، يعني بعد لسه مش في الـ في الـ في الهاي بيك، بس ان شاء الله بيكون او بصير في المستقبل يعني من اكبر من انجح المعارض الدوليه. بس على مستوى الشرق الاوسط حاليا هو الوحيد في مجال الخضار والفواكه والمنتجات الطازجه. جميل جدا. ان شاء الله ذكرنا بس نتذكر مشاهدينا متى راح تنطلق الدورتين او المعرضين متى راح يكون؟ من 17 ل 19 نوفمبر ان شاء الله. نوفمبر راح يكون في مركز دبي في مركز دبي التجاري العالمي في قاعه 2 و3 ان شاء الله. وتتوقعون ان شاء الله يعني حضور وصدى كبير ان شاء الله للمعرض؟ في عندنا اكثر يعني متوقعين السنه اكثر من 7000 ل 8000 زائر، ونتمنى حضوركم كمان وتغطيتكم للمعرض وجميع الساده المشاهدين بعد كمان. حلو جميل جدا. نترياكم في الملتقى. يقام المعرض على قلت لي 3 ايام او على 3 ايام ان شاء الله. 17 من 17 ل 19 نوفمبر. نعم. حيكون طبعا للمختصين ولجميع الزوار من الساعه 10 صباحا للساعه 6 مساء ان شاء الله. وكلمه توجهها يعني كتاكيد ودعوه لكل المهتمين بتنسيق الزهور واللي انتم حققتوا لهم او خصصتوا لهم نوع من التنافس وبيحظون بجائزه. والله حابين اللي يحس بنفس القدره على المشاركه والتنافسيه في مجال تنسيق الزهور والنباتات. نعم. يتفضل يشرفنا في المعرض ويورجينا ابداعاته. ما في عدد معين للمشاركات تكون صراحه في احنا في عندنا نومينيز هلا حاليا. نعم. بمرحله النومينيز اللي هم الاسبوع القادم او العشرة ايام القادمه. نعم. بنحاول نتخير يعني بنعمل تيست او بنشوف بورتفوليو لكل شخص. شو اشتغل قبل، شو هي الامور اللي هو نسقها عشان يكون مرشح، يعني مجرد بروفايل صغير يعني. نعم. ما يتطلب عنا يكون حاصل على شهادات في التنسيق مبدئيا. نعم. حابين نعطي فرصه كمان لكل من بحس او من بيشوف بنفسه قدره على المشاركه وعلى التنافسيه يتفضل معنا. ما في مشكله. نحن يعني حابين نشكركم يعني انتم كونكم منظمين لهذا المعرض، وجميل ان دائما نشهد شيء في نمو مستمر وخصوصا في دوله الامارات واماره دبي على وجه الخصوص، وهذا النوع من المعارض انت قلت انه جدا هو مهم ويرسخ ايضا مكانه الدوله كمنطقه يعني تكون كمركز ثقل لمثل هذه الصناعات ولمثل هذه ايضا القطاعات المهمه وهذه المجالات. نحن حابين نشكرك على وجودك اليوم معنا سيد طارق السباعي، انت مدير المشاريع لدبلانت فير في الشركه المنظمه لهذا المعرض. كل الشكر لك على وجودك. شكرا جزيلا. شكرا على الاستضافه وشكرا على دعمكم ودعم حكومه دبي على الكريمه على المعرض. الله يخليك. شكرا جزيلا. شكرا. نحن مشاهدينا ايضا وصلنا لختام حلقتنا لليوم، واحب اذكركم ان دائما بتكونوا مترافقين معنا ولمده اسبوع مع برنامج دبي دوت اي اي الخاص بحكومه دبي الذكيه اللي بترافق معكم اسبوع كامل تحديدا عقب برنامج الملتقى. دمتم بعافيه. انا مريم الشيباني واقول لكم فدعت الله.